تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة وصباح الصحة، ويومكم مستمعينا الأعزاء دائما مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم دائما مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ البرنامج، دائما أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معاي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-1414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما فقرات برنامجنا برنامج صحة وسعادة تكون متنوعة، فيها أخبار عالمية ومحلية، وفيها مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا فقرات تخص يعني التغذية والصحة والسلامة، وأيضا فقرات تخص يعني الخدمات المتميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي. واليوم عندنا تحت عنوان الأخبار المحلية والعالمية خبر تحت عنوان علماء بريطانيون يبتكرون قنبلة سكر للقضاء على الخلايا السرطانية. وأما مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم ما فيها والمتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي والصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية، وبتعطينا المستجدات زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أما فقرة أنيميا نقص الحديد عند الأطفال مستمعين الأعزاء، بتكون معنا الدكتورة ميساء صالح أخصائي طب الأطفال في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معها عن الأنيميا عند الأطفال بشكل عام، أسباب نقص الحديد وتأثيره على صحة الطفل، وكيفية علاج هذا النقص من الحديد ومضاعفاته، وأيضا بنتحدث معها عن بعض الخدمات اللي تتوفر في موضوع نقص الأنيميا عند الأطفال. نرجع معكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. أخي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك أختي أسمى بالنور والعافية، وشو مستجداتكم اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ من أهم الأشياء اللي صارت، وهذه من الأشياء اللي كانوا يسألون عنها المتابعين صار لهم فترة، وهو برنامج طب وعلوم، برنامج رعاية الطلبة المواطنين. كان أمس كان هناك إعلان نعلن عن فتح باب تسجيل لبرنامج طب وعلوم، وهو برنامج المنح الدراسية للطلبة المواطنين من خريجي الثانوية العامة أو من طلاب الجامعات لدراسة التخصصات الطبية من تاريخ 1 يونيو وحتى تاريخ 1 يوليو. التسجيل هناك رابط تم وضعه في قنوات التواصل الاجتماعي، أيضا يمكن ذلك من خلال زيارة موقع هيئة الصحة dha.gov.ae. أيضا للاستفسارات ممكن يرسلون إيميل على mscholarship@dha.gov.ae أو الاتصال خلال أوقات العمل الرسمية على الرقم 0 على كل من الرقم 04-219-8775 أو الرقم
0421-9110037. هذا بالنسبة لبرنامج طب وعلوم، وهو برنامج رعاية الطلبة المواطنين لدراسة الطب والعلوم الصحية. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطين قنوات التواصل الاجتماعي، وهي التغطية الشاملة حول تطعيم الفئة من 12 إلى 15 سنة في مراكز ومستشفيات هيئة الصحة بدبي. نأكد على أهمية أخذ الموعد قبل زيارة المراكز الصحية من خلال إما تطبيق هيئة الصحة بدبي واللي هو DHA app، أو من خلال رقم الواتساب. ممكن أيضا حجم على طريق الواتساب، وهو رقم الواتساب 8342. ممكن الأشخاص يحجزون موعد. أول شيء كيف تختار الواتساب؟ يحفظون رقم الواتساب لهيئة الصحة بدبي في قائمة الاتصال عندهم، يكتبون كلمة هاي في الدردشة لرقم 8342، بعدين راح تطلع لهم كل الخدمات اللي يحتاجونها. ممكن يختارون خدمة حجز المواعيد من خلالها. الحلو في تطبيق الواتساب انه راح يطلع لك اقرب مجموعة مواعيد راح تطلع لك في التطبيق. فراح تطلع لهم اقرب المواعيد، يقدرون يختارون منها، يختارون الوقت الاقرب لهم والمكان والموقع من خلال بس عدة نقرات على الواتساب. نأكد أيضا من ضمن الأشياء، نحن نأكد أيضا قناة التواصل الاجتماعي أن أخذ التطعيم لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. جدا مهم الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد أخذ اللقاح، وهذا لسلامتهم وسلامة المجتمع. تقريبا هالأشياء كانت قناة التواصل الاجتماعي. نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا جزيلا اختي أسماء الجناحي، وشكرا على هذا يعني مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي بهيئة الصحة بدبي. وأيضا مستمعين الأعزاء، نذكر الأخوة خريجين الثانوية العامة بخصوص برنامج رعاية الطلبة المواطنين، اللي حاب أني يسجل ويلتحق بهاي الثلاث برامج: برنامج الطب العام، وبرنامج الطب المساند، الأشعة والصيدلية والعلاج الطبيعي والمختبرات، وأيضا برنامج التمريض. بإمكانكم مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي التواصل مع هيئة الصحة بدبي، سواء على موقع الهيئة dha.gov.ae، أو الأرقام أو الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي أيضا 8342، أو الأرقام 04-219-8775 أو 219-1037. أما بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، بتكون معاي ضيف اليوم عبر الهاتف الدكتورة ميساء صالح، اختصاصي طب الأطفال بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معها اليوم عن أنيميا، وهو نقص الحديد عند الأطفال. فخلكم ويانا إن شاء الله فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا، ومن خلال برنامج صحة وسعادة على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرتنا هذا اليوم، أنيميا نقص الحديد عند الأطفال. ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء بأن من المشاكل الصحية التي تواجه الأطفال بشكل خاص أنيميا نقص الحديد، ولهذا النوع من المشاكل له مضاعفات في الغالب على بنية جسم الطفل، وعلى أيضا مضاعفاته على نمو الطفل، وأيضا هناك بعض الحالات يعني تتم مضاعفاته على صحة الطفل بشكل عام. بنتعرف أكثر مستمعينا الأعزاء على نقص الأنيميا لدى الأطفال مع الدكتورة ميساء صالح، أخصائي طب الأطفال بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ميساء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير، أهلا بحضرتك، وصباح الخير على كل مستمعينا، وأهلا بكم.
الله يصبحك بالخير والعافية دكتورة ميساء. مثل ما ذكرنا يمكن في بداية حديثنا بأن من مشاكل نقص الحديد لدى الأطفال، وأكيد له مضاعفات على بنية الجسم ونمو الطفل وصحة الطفل بشكل عام. ففي البداية دكتورة، يعني لو نحب نعرف مستمعينا الأعزاء، ما هو المقصود بأنيميا نقص الحديد بشكل عام، وبعدين إن شاء الله بنتحدث عن الأطفال بشكل خاص. تمام. احنا في عندنا حاجة تسمى الأنيميا، والأنيميا دي ليها أسباب كتير جدا. والأنيميا بنقصد بيها فقر الدم، يعني نسبة الهيموجلوبين في الدم بتكون أقل من النسب المتعارف عليها لعمر الطفل. من ضمن اللي بيكون الهيموجلوبين اللي موجود ده اللي بيسبب كرات الدم الحمراء تكون بطريقة سليمة، الحديد. الحديد لو نقص ونقص مخزونه عن كميات معينة بيؤدي إلى ما يسمى بفقر الدم والأنيميا. مشكلة الحديد لو نقص عن الجرعات المعينة اللي هي في جسمنا، بيبتدي الطفل يحصل عنده مشاكل في النمو والتكوين العقلي والتكوين الذهني للطفل. فالحديد عنصر هام جدا في التكوين العقلي، في المناعة للطفل، في ان الهيموجلوبين يتكون، والهيموجلوبين ده اساسا هو اللي بيشيل الاكسجين لكل الجسم بتاعنا. فلو الهيموجلوبين نقص معنى كده ان نفس الحديد نقص، صحيح. فبقى في عندي مشاكل في النمو للطفل كله. دكتور، هل نسبة الحديد مثل ما تفضلتي بأن يعني إذا نقص أو مستوى الدم، يعني فقر الدم لدى الطفل، بيأثر يعني بشكل طبيعي في يعني بنية الجسم مثل ما ذكرتي في نموه وفي صحته وكذا، هل هناك يعني ممكن تذكرين دكتورة ما هي النسب الطبيعية بالنسبة لي يعني الدم أو الحديد لدى الأطفال، قبل لا ننتقل ونتكلم معاك دكتورة عن الأسباب، ما هي الأسباب يعني هذا النقص عند الأطفال بشكل التحديد؟ تمام. احنا عشان نقول انيميا لازم يكون عندي مقياس للهيموجلوبين. نعم. مقياس الهيموجلوبين ده هو له نسب معينة مختلفة بالنسبة للأعمار المختلفة للأطفال. يعني مثلا المواليد بيبقوا مولودين بنسبة هيموجلوبين مرتفعة توصل لحد 16، في بعض الأطفال بعد كده بتوصل في حدود 11 أو 11.5 حسب الطفل عمره قد إيه. فهي دايما بيبقى النسب دي موجودة في المختبر، بس ما يقل عن 11 حسب نسبة عمر الطفل بنعتبره أنيميا. متى يعني يعني نقول ان الطفل هذا دكتورة مصاب بأنيميا، كم يكون مستوى الدم عنده؟ اما انا بقول لحضرتك يكون الهيموجلوبين حسب عمره اقل من النسبة اللي هي ما بين 11 و11.5. نعم. الطفل في اقل من سنة 11، ما بعد السنة 11.5 يعتبر أنيميا. جميل دكتورة، نتكلم عن أسباب هذا النقص عند الأطفال على تمام. وجه التحديد. تمام. الأسباب بتاع نقص الأطفال كتير. أشهر الأسباب إن سوء التغذية. الأطفال دلوقتي زي ما حضرتك عارف وكلنا عارفين يميلوا إلى الفاست فود، يميلوا إلى السناكس، يميلوا إلى الأكل اللي هو مش صحي. صحيح. فده أكتر حاجة مسببة، ولكن في عوامل تانية بتتدخل معانا. يعني مثلا الأطفال اللي هي مولودة ناقصة النمو، يعني أقل من 37 أسبوع في حمل رحمي، بيبقى معرضين إن هم يكون عندهم نقص الحديد ونقص الأنيميا. الأطفال اللي هم مواليد للأمهات اللي هي عندها نقص حديد، والمرضعات اللي عندها نقص حديد، بالتالي هتبقى برضو الأطفال دي عندها نقص حديد. الأطفال اللي هم معتمدين على الرضاعة الطبيعية وبعد 6 شهور ما دخلوش العناصر الغذائية المتوازنة إلى جانب الرضاعة الطبيعية، ممكن يتعرضوا إلى نقص الحديد. في بعض الأطفال بتحب جدا ومعتمدة تماما على الحليب، وخاصة الحليب البقري. والحليب البقري ده حليب ما فيهوش النسب الحديد، وبالعكس بيعاكس في امتصاص الحديد، فبالتالي ممكن جدا الأطفال دي تكون معرضة إلى نقص الحديد. في بعض الأمراض اللي بتخلي الأطفال عندها سوء امتصاص للحديد، زي مثلا الحساسية الألبان، بعض الأطفال اللي عندها ديدان، بعض الأطفال اللي عندها أنواع من الأمراض اللي موجودة في الأمعاء زي اللي بنسميه سيلياك ديزيز، فامتصاص الحديد ما يكونش جيد. بعض الأطفال اللي هو ماشية على الأدوية لمدة طويلة زي مثلا الكالسيوم أو
الحاجات اللي هي ممكن تعمل لي مشاكل. ولكن أختصرها لك إن المشكلة كلها في سوء التغذية. نعم، وأكيد طبعا دكتورة في يعني هذا الجانب الأم لها دور حيوي يعني كبير، سواء يعني مثل ما تفضلتي في بداية يعني عمر الطفل، وأيضا يعني وصوله إلى السنوات المتقدمة، فمعنات أنه لابد أنه هي أيضا تركز على هذا الجانب، بحيث أن الطفل ما يتعرض أو يوصل إلى مراحل نقص الحديد يعني أثناء الفترة اللي هو يحتاج فيها يعني النقلة من الحليب مثل ما ذكرتي إلى مرحلة الأكل اللي هي بعد 6 شهور. تمام. انت عارف حضرتك كمان احنا دايما نقول ايه، الام تغذيه الام هي البدايه، لان الطفل اللي هيبقى مولود من ام ناقصه في الحديد اكيد الطفل ده في المده الاولانيه من عمره لحد ما يقدر ياخد الاغذيه اللي هو يعتمد عليها وياخد منها الحديد هيبقى معرض لنقص الحديد. احنا نبدا ونهتم جدا بتغذيه الام وصحتها وتغذيه الام المرضع، خاصه ان احنا بنحبس جدا الرضاعه الطبيعيه. صحيح، ولهذا السبب يطلع الطفل سليم. دكتورة لو نتحدث معك عن يعني مضاعفات الأنيميا ونقص الحديد عند الأطفال، ما هي المضاعفات الصحية المحتملة نتيجة نقص الحديد عند الأطفال؟ تمام. الأم بتلاحظ على طفلها إن هو ابتدى يبقى عنده شحوب، عنده فقدان في الشهية، اضطرابات في القلب، لأن زي ما قلت لحضرتك الأكسجين اللي متشال على الهيموجلوبين ناقص ما قدرش يوفي كل الجسم. بيبتدي الطفل يحس بدوخة وتعب وهذيان، وما بيبقاش عنده الحماسة للعمل، تركيزه في المدرسة بيقل جدا جدا، نايمان وعايز ينام، إلى جانب إن كمان بيبقى معرض لأمراض كتير جدا زي ما أنا قلت في الأول. نعم. إن الحديد بيساعد في تنمية المناعة للطفل والمقاومة له، فلو هو ما عنده نقص الحديد وابتدى يبقى عنده كمان أنيميا نقص الحديد، فبالتالي مقاومته والمناعة بتاعته، فيبقى الطفل عنده متكرر عنده الأمراض اللي هي المختلفة، وعلى طول طفلي مريض طفلي مريض، ودي شكوى كتير قوي بتقولها الأم. الحاجة كمان المهمة جدا النمو العقلي، وخاصة في الأطفال الأقل من عمر السنتين لو عندهم أنيميا نقص الحديد بيبقى في عندهم مشاكل في النمو العقلي والذهني، إلى جانب التركيز اللي بيبقى موجود في المدرسة. وبيبقى دايما الطفل كمان عنده نقص في النمو. من ناحية إيه نقص في النمو؟ تلاقي ضعيف هزيل، الطول بتاعه ما وصلش لطول أقرنائه، الوزن بتاعه ما وصلش للوزن الصحي. نعم دكتورة ميساء، قبل لا نتحدث عن العلاج أيضا حابين نعرف الحقيقة يعني كيف يتم، أنت ذكرتي بأن يعني نقص الأنيميا لها مشاكل صحية على الطفل وتأثر على يعني أمور كثيرة على صحة الطفل، فكيف نحمي أطفالنا من النقص ومن يعني هاي المضاعفات؟ حلو قوي السؤال بصراحة. نبدأ الأول بالمشاكل اللي هي نقص التغذية أو التوازن الصحي. المهم جدا احنا عندنا حاجة بنسميها الهرم الغذائي أو ماي بليت، اللي هو يكون فيه العناصر الغذائية المتوفرة للطفل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في بعض المأكولات الهامة جدا اللي لازم تتحط في طبق الطفل اللي هي غنية بالحديد، زي ايه؟ زي اللحوم الحمراء أهم حاجة فيه، والكبدة ده اللي هو الجزء اللي احنا واخدينه من الجزء الحيوي. ولكن في برضو بعض الأغذية اللي هي النباتية اللي هي فيها حديد، زي ايه؟ البقوليات، زي مثلا الحبوب المشبعة، الشوفان، الكينوا، الخضروات زي السبانخ. بس في ملاحظة هقول لحضرتك، ملحوظات على كل حاجة. على قد ما دول موجود فيهم اللي أنا بقول عليهم حديد كويس، ولكن في بعض العناصر اللي موجودة فيها زي مثلا الأوكسالات والفايتات والكلام ده كله بيمنع ان الحديد يمتص بطريقة جيدة، فاحنا بنعمل مساعد ليها. يعني مثلا السبانخ عصر عليها ليمون، يبقى اديت فيتامين سي، لان الحديد بيمتص بصورة جيدة جدا في وجود الفيتامين سي. الحبوب مثلا لو انا نقعتها فترة عشان تطلع المادة اللي هي بتمنع امتصاص الحديد، وبعد كده استخدمتها فبيبقى الاستخدام جيد بالنسبة. في بعض الفواكه المتعارف عليها اللي هي فيها نسبة حديد جيدة زي التفاح، الموز، العسل الأسود،
نعم. الزبيب، التين، الحاجات اللي هي احنا دايما بنقول عليها بتسود، الى جانب الى حد كبير من اللي هم السيترس فروت اللي هو الفواكه اللي هي زي فيها فيتامين سي بكميات جيدة، بتساعد جامد جدا على امتصاص الحديد. يبقى أول حاجة بالنسبة لنا الأكل الصحي والأغذية اللي فيها حديد. لو في عندي مشاكل صحية أبتدي أعالجها، يعني مثلا الطفل اللي هو عنده سيلياك ديزيز لازم يمشي على حمية خالية من البلوتين علشان يقدر يمتص. الطفل اللي عنده حساسية ألبان نبتعد شوية عن الألبان. في نصايح دايما نقولها للأم وهي بتأكل الطفل، ما تخلطيش حاجات فيها كالسيوم مع حاجات فيها حديد لان ده بيوقف عمل ده. يعني هقول لحضرتك مثلا الطفل اكل كفته، يعني معناها اكل لحوم صحيح، ولكن اضفت على اللحمه دي زبادي، فده منع امتصاص الحديد. الاطفال اللي بعض الامهات، وده طبعا عاده غير صحيه، يشربوا شاي. الشاي من الحاجات المعروفه انها بتمنع امتصاص الحديد. فدي الحاجات اللي هي سهلة بالنسبة لنا ان احنا نعملها، نضيف فيتامين سي ونأخر الحاجات اللي هي فيها كالسيوم على الأقل ساعتين ما بينها وما بين الأكلات اللي فيها حديد علشان نساعد الجسم انه يمتص الحديد بطريقة جيدة. والله دكتورة ميسة، هاي المعلومات يعني مفيدة ليس فقط للأطفال وإنما أيضا حتى حق الكبار، أتوقع يعني موجودة نفس هاي الظاهرة وهاي الاعتقادات، يعني شرب الشاي بعد الوجبة العشاء أو الريوق، وفي كثير من الناس يعني تستخدم الشاي أثناء الإفطار يعني أثناء الوجبة، فأكيد يعني أثر دكتورة ميسة على امتصاص الحديد أثناء الأكل، أو يعني إذا الشخص يأكل بعض الأكلات اللي فيها نسب الحديد مثل ما تفضلتي عالية، فمعناته أنه ما بيستفيد منها إذا يعني ياخذ هاي الأشياء اللي تمنع امتصاص أيضا الحديد. في حاجة كمان وصت بها الأكاديمية الأمريكية إن إحنا الأطفال المولودين ناقصي النمو اللي هم الأقل من 37 أسبوع، نعم، يبدأوا ياخدوا اللي هو مكمل حديدي عن طريق الفم، شرب يعني شراب الحديد من أول عمر أسبوعين. والأطفال اللي هي بترضع رضاعة طبيعية تبتدي تاخد الحديد من أول 4 شهور أو 6 شهور على أساس إن إحنا نبتدي بجرعات وقائية، مش جرعات علاجية، وجرعات وقائية عشان نمنع حدوث نقص الحديد. والأطفال اللي هي بتاخد الحليب الغير مدعم بالحديد والأكلات الغير مدعمة بالحديد بنديها الحديد بالنسب الوقائية عشان نمنع ظهور أي مشاكل من نقص الحديد، وبالتالي نزود المخزون الحديد في جسمنا، وبالتالي يبقى إحنا عندنا هيموغلوبين سليم وما فيش أنيميا. صحيح. دكتورة ميسة، من خلال حديثك اليوم عن موضوع الأنيميا ونقص الأنيميا ومضاعفاته، الحقيقة يعني ممكن أن نحن يعني نستوضح بأن ممكن يكون الغذاء علاج وممكن أن يكون يعني الدواء أيضا علاج، فمتى ممكن يكون الغذاء دكتورة ميسة علاج لبعض الحالات نقص الأنيميا، ومتى ممكن يكون أيضا التدخل العلاجي في بعض الحالات اللي هي نقص الحديد عند الأطفال؟ تمام. لو أنا كانت عندي نسب الهيموغلوبين سليمة في النسب الطبيعية اللي هي زي ما قلت لحضرتك حسب سن الطفل، يبقى أنا العلاج هو الأساس، النقص اللي هو الأغذية هي الأساس، ان انا دايما احافظ على الاغذيه اللي فيها حديد لبناء الهيموجلوبين واستمراريته بالنسب والمعدلات الطبيعيه. لكن لو في فتره من الفترات الام لاحظت على طفلها بعض العوارض اللي انا قلتها زي الشحوب زي الهذيان زي التعب زي نقص النمو، لازم تستشير الطبيب، لان الطبيب هيبتدي يشوف ايه الاسباب علشان يمنحها. ممكن جدا يكون بعض الأطفال مثلا عندهم بعض المشاكل زي حساسية الألبان وهم مش عارفين، فالطبيب بيقدر يحدد المشاكل الصحية الأخرى وبيعمل فحوصات عن طريق الدم، بيشوف نسبة الهيموجلوبين ونسبة المخزون الحديد في الدم، وكل مختبر حسب النسب بتاعته بناء عليها نقدر بعد كده نقول للطفل انت لازم تاخد الحديد عن طريق الفم كعلاج. وبالتالي الجرعة العلاجية بتختلف عن الجرعة الوقائية. حاجة مهمة جدا عايزة اذكرها لحضرتك، ودي يمكن بعض الغلطات اللي الامهات بتعملها،
ان بعد ما الطفل يبتدي يتعالج ونبتدي نرجع نعمل نسبة الحديد ونلاقيها ابتدت تبقى جيدة، الأم بتوقف بتاخد ثقة فبتوقف الحديد اللي هو المكمل عن طريق الفم. صحيح. لابد ان الام تستمر في حدود 6 أسابيع بعد رجوع نسبه الهيموجلوبين والحديد في الدم الى النسب السليمه عشان نتاكد انه ما حصلوش صحيح. نقص تاني لحد ما تبتدي الام تبيلت اب او تبني نعم. بالاغذيه المفيده الهيموجلوبين والحديد للدم. نعم. دكتورة ميساء صالح، أخصائي طب الأطفال في مستشفى لطيف بهيئة الصحة بدبي، سعداء جدا بوجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة وحديثنا عن هذا الموضوع المهم بالنسبة لنقص الحديد عند الأطفال. يعطيك العافية دكتورة، وشكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكل المستمعين. شكرا جزيلا. مستمعين الأعزاء، كيف نجعل البيت أكثر أمانا لكبار السن؟ موضوعنا الثاني بيكون معايا الدكتور تامر محمد فريد، استشاري طب المسنين بهيئة الصحة بدبي، بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، وفي رجعنا مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الأرقام الرسائل النصية القصيرة 4006. وموضوعنا الثاني مستمعين الأعزاء لهذا اليوم تحت عنوان كيف نجعل البيت أكثر أمانا لكبار السن. من الأسئلة مستمعينا البالغة الأهمية، وخاصة لدى الأسر التي يكون أحد أفرادها من كبار السن، يأتي سؤال كيف نجعل البيت أكثر أمانا من الناحية الصحية، وممكن تكون الناحية النفسية وأيضا الناحية الاجتماعية لكبار السن. للمزيد حول هذا الموضوع يشرفني أن يكون معايا اليوم عبر الهاتف الدكتور تامر محمد فريد، استشاري طب المسنين بهيئة الصحة بدبي. الدكتور تامر صباح الخير. صباح النور، إزي حضرتك؟ الله يحييك دكتور تامر، وسعداء جدا بوجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، وأيضا نتحدث عن هذا الموضوع المهم، وهاي أيضا الفئة المهمة الحقيقة اللي تولي هيئة الصحة بدبي اهتمام بالغ لها، اللي هم كبار المواطنين أو كبار السن. دكتور، مثل ما ذكرنا في البداية أن هناك الكثير من الاستفسار بأن نحن كيف نجعل البيت أكثر أمانا من الناحية الصحية والدعم النفسي والدعم الاجتماعي لكبار السن، فحابين دكتور تعطينا نبذة في البداية عن طب المسنين وعلاقته بتعزيز جودة حياة كبار السن. هو طب المسنين ده فرع من الطب، ظهر في حوالي 50 من القرن الماضي، كان بينقسم لشقين. الشق الأول ما بنسميه جيرونتولوجي، وهو علوم التعمر، وهو دراسة كيفية التطور الطبيعي، يعني الناس بتكبر إزاي، الخلايا بتكبر إزاي. والقسم الثاني هو جيرياتريك ميديسن أو طب المسنين، هو الحيود عن ما هو طبيعي. يعني لو الواحد ما حصل خلل في النمو الطبيعي وحصل شيخوخة، لأن الشيخوخة دي مش بتحصل في كل الناس، تقدم في السن طبيعي لكن الشيخوخة والعجز ليس في كل الناس. وبعدين اهتم بعد كده بإزاي الحفاظ على الاستقلالية والشباب، زي ما نقول يعني كيف إطالة الشباب، يعني إزاي نقدر نعيش أطول فترة ممكنة، زي ما نقول كده يمد الصحة على قد العمر، يعني صحيح. طول ما احنا عايشين نعيش بصحة، وإيه الحاجات اللي تخلي الواحد يشيخ أو يعجز مش يتقدم في السن بس. فده باختصار شديد ما هو طب المسنين. ممكن نفهمه لو شفنا الفرق بين طب الأطفال وطب البطنة. طب الأطفال هو طب قائم على السن، نفس حكاية طب المسنين، هو طب بطنة قائم على السن. فيما يميز هذه الفئة العمرية سواء طبيا أو نفسيا واجتماعيا وحتى ماليا، يعني النظم الاجتماعية والنظم الاقتصادية تأثيرها فيهم، هو ده طب المسنين باختصار.
صحيح. طبعا دكتور، مثل ما ذكرنا في البداية بأن يعني هيئة الصحة بدبي تولي اهتمام الحقيقة كبير لهذه الفئة من المتعاملين، سواء يعني كبار المواطنين أو كبار السن. قبل لا ننتقل دكتور ونتحدث عن السؤال اللي دائما يعني يتم عنه، كيف نوفر يعني بيتا آمنا، كيف نوفر بيئة صحية وبيئة يعني تكون مناسبة لكبار السن من خلال الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي؟ تمام. حضرتك زي ما قلت حضرتك، هيئة الصحة طبعا في بتدي إدارة تخصص طب المسنين أهمية ورعاية كبار السن، سواء في المنزل أو في الرعاية الأولية. أنا بتكلم بالنسبة للرعاية الأولية اللي هي مركز صحي. زي ما عارفين دبي فيها 12 مركز صحة. ال 12 مركز صحة دولت كان تحققوا معايير منظمة الصحة العالمية في العيادات الخارجية الرفيقة بالمسنين. يعني حضرتك لما تروح عيادات طب المسنين تم مراجعة كل معايير البنية بناء فيها في طب تكون مرافقة رفيقة باحتياجات كبار السن. وكمان عندنا برامج الزيارات المنزلية فيها نفس الكلام. الممرضة اللي بتكون في الزيارات المنزلية كل مرة بتراجع، أو أول مرة بالذات، بس بعد كده بتراجع عليها، بس أول مرة تكون زيارة معمقة شوية أو مراجعة متعمقة شوية للاحتياطات الأمنية. يعني إيه اللي ممكن يؤدي إلى مشاكل كبار السن في تجهيزات المنزل. احنا حضرتك طبعا هي لسه طويله، بس ممكن نشرحها بطريقه بسيطه. ما هو يؤدي الى الوقوع؟ يعني انت حضرتك ممكن لو انت مثلا لو اي حد هيستضيف والده عنده، او ممكن يروح يرجع لبيت والده، فممكن يتخيل منظره كالتالي. انت حاول تمشي في البيت بحيث ان رجلك تبقى ملاصقه الارض، بتشحط على الارض. كبار السن ما بيرفعوش رجليهم، ومعظم السقوط بتاعهم يكون بسبب ثلاث حاجات. ان هو في عقبات على الارض، سجاده متنيه، فما بيقدرش يرفع رجله زي ما احنا متعودين اي عقبه بنرفع رجلنا بسهوله. لا، هم عندهم في ضعف في عضلات الجذع، فبالتالي رفع الرجل بيبقى صعب، فاسهل له يشحط في الارض. صحيح. اي عقبه، فانت تمشي في البيت تشحط في الارض كده، لو خبطت في حاجه تعرف ان دي ممكن تقع. الحاجه الثانيه، لان هم بيستعينوا عشان يحسنوا الاتزان بالاستناد الى المحيط الخارجي، فبالتالي انت لازم تضمن ان كل حاجه ممكن تطالها يدك وانت ماشي تكون ثابته، ما يكونش كرسي سهل الحركه، يكون راسي على الارض، يكون طاولة ثابتة ما يكونش انها بتلخلخ. احنا بالنسبة لنا ما بنستخدمهاش، لكن هم بيستخدموها كعكاز. الحاجة الثالثة ان هو العين. احنا حضرتك متوقعين ان كبار السن بيشوفوا زينا، لا، كبار السن عندهم مية بيضاء او مشاكل في الشبكية، فلازم تكون اضاءة كويسة. فحاول تمشي بنظارة شمس جوه البيت من غير اضاءة، بالاضاءة العادية، وتكتشف الاماكن الغامقة اللي ما بيقدرش يشوفها، ولازم يكون في اضاءة بالليل. زي ما قلت حضرتك ان الممرضة بتاعة الزيارات المنزلية العادي انها بتقوم بمراجعة لستة طويلة من المعايير المطلوبة في التجهيز في تجهيزات المنزل، علشان تقول ان البيت ده آمن لكبار السن. احنا بنتكلم ده على كل ده. صحيح. في الزيارات المنزلية. بالنسبة للعيادات الخارجية، قلت لحضرتك انا سنة 2016 لما جيت كانت منظمة الصحة العالمية منزلة القائمة، تمت مراجعة كل المعايير فيها حوالي 98 معيار، وتعدل المحتاج تعديله في العيادات الخارجية. صحيح. دكتور تامر، طبعا يعني ذكرت انت كثير من المعلومات الحقيقة المهمة والخدمات أيضا المميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا عن هذه الفئة من المتعاملين لهم كبار السن وأيضا كبار المواطنين، وذكرت جانب الحقيقة حيوي ومهم جدا اللي هي العيادات الرفيقة بالمسنين. لو انسلط دكتور أكثر شوية عن الخدمات اللي يتم يعني تقديمها من قطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي في المنازل اللي هاي الفئة من المسنين أو كبار المواطنين. طبعا بالنسبة لو نتكلم فيه، عندنا خدمات في العيادة وفي خدمات في المنازل. هنبتدي بس في حاجة مشتركة فيهم اللي هي خدمات عن بعد. احنا حضرتك من بداية الجائحة وقبل حتى بداية الجائحة كان ابتدى يطبق برنامج طبيب لكل مواطن، وندعو كل الناس لاستخدامه. يعني ما حدش يقول لك انا ما بعرفش استخدم التكنولوجيا، هو سهل، انا بستخدمه حتى لما بحب اخد اي حاجه تحاليل ليا لو مطلوبه، يعني بعملها عن طبيب طبيب لكل مواطن. كان من الاستخدام طبيب او ابتداء برنامج طبيب لكل مواطن هو لتيسير على كبار السن، لان واحد كبير في السن عايز يروح مركز صحه
او عايز حد يجي يزوره، محتاج حد يوصله. فكان دي مشكله متكرره، فاتعمل برنامج طبيب لكل مواطن، ان حد بيكلمه بيشوف اذا كان ممكن مشكلته تتحل عن طريق التواصل بالفيديو، اذا كان علاج عايز يتكتب بس، او اذا كان في مشكله بيستفسر عن دواء او بيسال سؤال سهل الاجابه عليه بيتم حل المشكله دي. اذا ما كانش كده بيتم تحويله الى عياده. لو كان يقدر يروح العياده فبتحجز له عن موعد العياده وتم اختاره عن طريق التليفون، او يتم ترتيب ليه زياره مركز منزليه من المركز الصحه اللي هو تابع له. في كمان ممكن نوصل الدواء للبيت للناس الغير قادره على الوصول البيت، على الوصول مركز صحه، او لكبار السن اللي بنخاف ان هم يخلطوا او يتعرضوا لعدوى. وبالنسبه للتعرض لعدوى، مراكز الصحه في هيئه الصحه دبي اللي هي 12 مركز تم تقسيمهم الى 3 فئات. فئه لا تتعامل مع مرضى الكورونا نهائيا، يعني اي حد يدخلها لازم يكون خالي من الكورونا. دولت مركزين بيتعاملوا اساسا مع متابعه الحوامل. وفئه لمرضى الكورونا مخصصه لمرضى الكورونا، الناس اللي عارفه ان عندها كورونا بتتريحهم. عندنا مركزين في المنظر ده. نعم. البدع والخوانيج. في بعد كده مرئيه المراكز، طبعا هي هي بتتعامل مع جمهور عادي، مع مسح كل ما يدخل الى المراكز الصحيه، علشان نضمن قدر الامكان تقليل تعرض كبار السن واي حد للمركز الصحي. فعشان كده احنا بالنسبه للخدمات المقدمه لكبار السن من هيئه الصحه، احنا عشان تقليل العدوى بتاعتهم، قلت حضرتك في عندنا طبيب لكل مواطن، صحيح، التواصل عن بعد، في عندنا الزياره المنزليه اللي ما يقدرش يوصل، وعندنا كمان هو تم تقسيم المراكز الصحيه الى 3 فئات لتقليل الاختلاط بالمصابين قدر الامكان. صحيح. دكتور تامر، طبعا يعني الخدمات اللي ذكرتها الحقيقة خدمات مميزة، يعني لو تحدثنا دكتور يعني كيف سهلت الخدمات هاي؟ يعني انت ذكرت من احد يعني اهم الخدمات اللي او المبادرات اللي اطلقتها هيئة الصحة بدبي، مثل ما ذكر دكتور مبادرة طبيب لكل مواطن، وايضا مبادرة دوائي. كيف سهلت هاي المبادرات دكتور في تواصلكم انتم كفريق طبي معالج؟ واليوم سياسة الهيئة تتجه نحو يعني الخدمات الشمولية، ليست فقط يعني إن صح التعبير علاج الشخص، وإنما إدارة حالته دكتور من الجانب العلاجي الدوائي، من الجانب النفسي، في بعض الأحيان من الجانب الاجتماعي، جوانب أخرى تتعلق بالإنسان. فهي منظومة متكاملة وشمولية لإدارة حالة الإنسان. كيف دكتور هاي الخدمات اللي ذكرناها نحن، سواء مبادرة طبيب لكل مواطن أو مبادرة دوائي، كيف سهلت يعني نظام التواصل بينكم أنتم وبين المريض وهو في بيته؟ وأيضا إيش هي يعني أو عفوا ما هو انطباع المتعامل في هاي الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي، بحيث أنها تكون متواصلة وفي تواصل فعال بين الفريق الطبي المعالج وبين الإنسان أو المتعامل أينما كان، سواء كان في بيته أو في أو في مكان آخر؟ أقدر ألخصهم حضرتك في رأي واحد من المراجعين. نعم. كلمتين: التحرر من العزلة والحفاظ على الاستقلالية والكرامة. يعني حضرتك الميزات دي، الخدمات دي، أتحيت الحاجتين دول لما سألت. نعم. إزاي؟ قال ببساطة شديدة إن هو حضرتك العزلة، لأن هو حضرتك كان علشان يوصل مركز صحة، صحيح، لازم حد يوصله. نعم. فكان مستني ابنه يخلص الدوام علشان يجي لنا، أو يجي لنا في عيادة بعد ظهر في نادي الحمر، وده كان صعب جدا إنه يركب ويروح ويستنى ابنه في الأول. صحيح. ويرجع تاني، عشان ابنه ليه حياة تانية، لازم يعني ما يقدرش يستنى طول النهار. نعم. فدلوقتي بقى يقدر في أي وقت يحجز ميعاد مناسب ليه من غير ما وجود، مش محتاج ابنه، مش محتاج اي حد يكون معاه، بيتصل بالطبيب بشكل مباشر. غالبا معظم المشاكل بتتحل بالطريقه دي. يعني هو بيسال عايز الدواء ده بيتاخد كم مره، طب انا حصلت لي مشاكل كذا، هل محتاج اعمل حاجه ولا لا؟ مش محتاج انه يعمل الكلام. ف 90% من المشاكل بتاعته اتحلت، هو بيحلها بنفسه، بقى مستقل، يشعر بالاستقلاليه ان هو مش محتاج حد ويقدر يعمل كل حاجه بنفسه. بالنسبه للدواء، كان من سعيد جدا 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 المراجع ده، ان هو كان الدواء بيرجع له، كان الاول ابنه يعني بيبقى عبء عليه انه يوصله وبعدين يروح يجيب الدواء. فدلوقتي بقى سعيد جدا، بقى مصدر فخر ان هو ابنه بيجي بيلاقيه ان هو كلم الدكتور والدواء واقف على باب البيت. صحيح. وهو انجز كل حاجه.
فالحاجتين دولت الانعتاق او التحرر من الاعتماد من العزله، لانه بقى مش بقى ممكن تصل الدكتور في اي وقت. نعم. ممكن يحل يدير شؤونه، يعني انا عايز احول عياده العظمه، عايز احول كذا، فدولت الاثنين. بالاضافه ان هو طبعا الخوف من ان انا اروح مركز صحه، انا عارف ان انا واحد كبير في السن صحيح. وعرضه لمشاكل لو تعرضت للكورونا، لا الكلام ده مش موجود دلوقتي خالص. صح. وايضا دكتور يعني هاي الخدمات اللي ذكرناها، يعني طبيب لكل مواطن او مبادره دوائي، تم اطلاقها يعني وفق يعني نظره ثاقبه الحقيقه من الاداره العليا بهيئه الصحه بدبي في وقت زمن قياسي، يعني كانت في زمن يعني جائحه كورونا وحاجه المتعاملين سواء يعني كبار المواطنين او كبار السن او عامه متعاملي هيئه الصحه بهذا النوع من الخدمات، والهدف كان منها انه يعني يتم هناك تواصل مستمر بين الفريق الطبي وأيضا المتعاملين. دكتور أنا الحقيقة يعني من خلال الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي خاصة لفئة يعني كبار المواطنين، نحن نعرف اليوم أن حاجة الإنسان يعني إذا وصل عمر بأن يعني يطلق عليه كبار السن أو يعني كبار المواطنين، هناك الكثير من الخدمات اللي يحتاجها، يمكن يعني الجانب العلاجي الدوائي دكتور ثامر جانب، ولكن أيضا هناك جوانب مختلفة، يعني يحتاج أن يكون هناك علاقة مستمرة بينه وبين أخصائي التغذية، خبير تغذية، ممكن جانب آخر الدعم الاجتماعي، ممكن الجانب النفسي. فكيف يتم دكتور التعاون والتواصل بينكم أنتم كفريق طبي متكامل بحيث أنه يتم إدارة حالة الإنسان هذا وهو موجود في البيت؟ هذا طبعا يخلينا دكتورنا نحن ننتقل إلى جانب آخر من الحديث معك، اللي هو نحن في البداية يمكن تكلمنا فيه أن كيف أيضا يتم توفير بيئة إيجابية وبيئة صحية لكبار السن في البيت. احنا حضرتك طبعا احنا في الرعاية الأولية في هيئة الصحة، مش مجرد في أطباء، في فريق طبي، في فريق رعاية، في أخصائي اجتماعيين. نعم. وفي الاخصائيين الاجتماعيين دلوقتي حضرتك بيدخلوا الملف الطبي بتاع المريض وبيتابعوك زينا زي الدكاتره، وبنشوف الملاحظات بتاعتهم وبنشوف الملاحظات بتاعتنا، فبالتالي الملف الطبي بتاع المريض ده بتبقى انا ليا زياره وهي وهم ليهم زياره، بنشوف احنا توصياتنا لبعض ايه. يعني الاخصائيه الاجتماعيه بتتواصل على المستوى الاجتماعي، بتشوف هل هو بيبقى في الملف بتاعها تفاصيل كاملة عن الأسرة وعن الديناميكيات التواصل في الأسرة، مش مجرد ده مريض، لا صحيح. مين بيسكن معاه ومين من ولاده بيقوم برعايته مادية، مين أو إذا كان بيتلقى مساعدة مادية، بياخد قد إيه في الشهر، هل بيكفي ولا لا، مين بيقوم برعايته جسمانيا، بنته ولا مرات ابنه ولا ولا ولا. فيبقى عندنا يعني زي خلفية كاملة عن الأسرة، هم بيديروا هذه الديناميكيات، وإذا احتاج هو مساعدة هم بيقوموا بترتيبها، بيقوموا بإدارة الملف في هذا الوقت. جميل. وإذا كان محتاجين حتى مساعدة من الـ CDA اللي هو هيئة تنمية المجتمع، بيقوموا بالتواصل بيها وبيقوموا بتسجيل مساعدات هيئة التواصل الاجتماعي، أسف CDA اللي هي الـ Community Development، اللي هي الخدمات الاجتماعية خارج الهيئة، بيقوموا بتسجيل الخدمات التي تلقاها والتي يحتاجها. غير كده ان احنا حضرتك في اي زياره مش بنقابل المريض بس، احنا بنقابل كل الاسره عشان نشاركهم في الاحتياجات لهذا المريض كشخص. يعني كان احنا مثلا بنيجي لنا في العيادات الخارجيه، ما الابن بيقول انا والدي عنده مغص، انا بقول له حاول تخليه هو اللي يشرح المغص عنده مش عندك انت. بنحاول ناكد عليهم احتياجات هذا الشخص الاستقلاليه، ان هو لا يعامل كطفل، هو شخص بالغ رب اسره كامله. صحيح. فلازم يتم التعامل، بنعلم الناس كيفية التعامل أو مراعاة استقلالية هذا الشخص وتشجيعه على التعبير عن احتياجاته وليس يكون شخص باسف أو سلبي، والناس هي اللي بتقوم كل حاجة بالنيابة عنه. صحيح. وطبعا دكتور مثل ما ذكرنا يعني في البداية أن هيئة الصحة بدبي تولي اهتمام الحقيقة كبير لهذه الفئة، فئة كبار السن والمواطنين، لأن نحن اليوم كشعار هيئة الصحة دكتور يعني مجتمع يعني صحي وسعيد، فأكيد يعني جانب الصحة
صحة كبار السن وصحة كبار المواطنين وسعادتهم أيضا أكيد أولوية من أولويات هيئة الصحة بدبي. فلهذا السبب هناك الكثير من المبادرات والكثير من الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي يعني دائما الحفاظ على صحة وسعادة وسلامة كبار السن. دكتور تامر، الحقيقة الحديث في هذا الموضوع دائما شيق وما لنهاية الحقيقة، لأن هناك جوانب كثيرة نحب نحن دائما يعني نتعرف عليها، وهناك خدمات كثيرة أيضا توفرها هيئة الصحة بدبي، ولكن يعني الوقت على وشك الانتهاء. عندنا دقيقة دكتور إذا حاب تضيف بعض النصائح سواء لفئة كبار المواطنين وكبار السن، وأيضا بالنسبة لي أنا شخصيا يعني نصائحك للأسرة اللي موجود فيها يعني أحد الأفراد كبار السن، كيف يتم يعني مفروض أن يتعاملون معه بحيث أنه يعني يحس أنه في بيت آمن ويعني في مجتمع صحي وهناك دعم نفسي ودعم اجتماعي لهذا الشخص. أنا في دقيقة دكتور مفضلك. أنا بحب لحضرتك دايما أقول للأهل أن هم لازم يتعاملوا مع كبار السن أن هم أشخاص لهم رأي، لازم دايما سؤالهم عن رغباتهم وليس إتاحة المجموعة اختيارات، هم يختاروا منها. مش حتى في الأكل يحب تسألوه تحب تأكل إيه، مش إحنا حضرنا النهاردة أكل إيه، هتسألوه أنت سعيد بعد كل عمل أنت سعيد ولا طب، بيسألوه عن اختياراته وليس يتيح له مجموعة اختيارات. لما يروح عن دكتور لازم يكونوا يسيبوه يتكلم يتعبر عن نفسه عشان يحس أنه هو مستقل، ويقدموا أقل قدر من المساعدة في كل شيء علشان يتشجع أن هو يحل مشاكله ويحس أنه هو باستقلاليته. وعلى فكرة حضرتك حبيت أقول كمان أن هو البرنامج مبادرة طبيب لكل مواطن دي تم إطلاقها قبل قبل فترة كورونا. صحيح. قدرا كانت مستعدة للتطبيق وقت الحاجة لها بعد جائحة الكورونا. مبادرة طبيب لكل مواطن كانت تتيح لكل مواطن استشارة الطبيب بتاعه في دبي حتى لو كان خارج الدولة، ودي كانت الفكرة بتاعه إن أنا حتى لو مريض في إنجلترا وعنده مشكلة صحية هناك وعايز يعرف الملف الطبي بتاعه أو عايز يراجع الطبيب بتاعه في دبي، ممكن من إنجلترا يتصل بطبيب هيئة الصحة في داخل دبي عشان يعرف الملف الطبي بتاعه ويستشيره وممكن يتصرف فيه هناك. دكتور تامر، مثل ما ذكرنا بأن الحديث عن هذا الموضوع حديث شيق وجميل، وإن شاء الله يعني أكيد بتكون لنا لقاءات معك في مواضيع في حلقات أخرى لي يعني الحديث عن هذا الموضوع. مستمعينا الأعزاء، كان معنا الدكتور تامر محمد فريد استشاري طب المسنين بهيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا لك دكتور. ومع موضوع كبار السن والخدمات المميزة التي توفرها دائما هيئة الصحة بدبي وحديثنا مع الدكتور تامر، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، ونتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم مادة أو معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. شكرا لفريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي وفي التنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأيضا نجاة السويدي في التنسيق والمتابعة. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.